نحن طلعنا ضد الظلم من 12 سنة ضد بشار وزبانيته والحاشي، صار في عنا حاشيات أخنزر كله ينزل على الشارع. الكلمة علي، هذا نداء من قناة أوريانت للجميع، الكلمة علي والكل ينزل على الشارع، لأن الشاب سينفجر إن بقي هذا الحال. نحن في باريس وأعظم من باريس، حتى الكهرباء عندنا أغلى من تركيا. خرجنا اليوم بمدينة مارع بوقفة احتجاجية ضد ظلم وجور وتقنين وفساد شركة الشمال في مدينة مارع، ومنطالب المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي وقاضي وعياد المدينة بأخذ موقف صريح من الشركة الفاسدة اللي ذبحت الشعب وعاشت سوريا حرة أبية. لاحظنا هالايام الماضيه مرت مناطقنا بحر شديد، هذا الحر الشديد والفقر الشديد اللي عم تمر فيه مناطقنا بشكل عام، من تضييق يعني بامور الرواتب والامور الثانيه، من لاحظنا انه في سياسه ممنهجه من شركه الكهرباء هي بامور مثل ما ادعت عليها وهي تقنين، وهذا الكلام عاري عن الصحه. القصة هي كان شركة الكهرباء كانت تأخذ دعم من الحكومة التركية، وعندما انقطع الدعم بواحد 8 بدأت بالتقنين ضغط على الحكومة التركية، فعندما لم تستجب الحكومة التركية بالدعم الجديد قامت بالتقنين بتوقيت أغلى سعر الشراء من الشركات التركية، مما أدى أنه نحن نطلع بمظاهرات نطالب بحقوق الناس بعدم التقنين ووضع حدود لهي الشركة. فنحن الآن عم نواجه لوبي وعم نواجه ضغط من مفسدين عم بيضغطوا على الشعب بعدم الحراك وعدم الكلام، وعم نواجه بنفس الوقت الحر الشديد وضعف الرواتب على الناس وحالة صعبة جدا. واقع الكهرباء اللي عم نعيشه في مارع وفي المحرر بشكل عام، هذا أسلوب ممنهج قهر وظلم واستبداد للشعب. الشعب ملاقي يأكل وملاقي يدبر حاله ويطعم أولاده حتى يلاقي الكهرباء بثلاث ليرات ونص بأربع ليرات، هذا أسلوب ممنهج. هذون شركات الاستبداد والظلم هذون أخنزر من بشار. نحن طلعنا ضد الظلم من 12 سنة ضد بشار وزبانيته والحاشي، صار في عنا حاشيات أخنزر. هذا الموضوع لازم يلتقى له حد من المجالس المحلية، في عقود مبرمة من الجيش الوطني من الحكومة التركية والولايات. وين الولايات؟ وين الولايات يلتقى حل هالشعب؟ هاد درجة حرارة 45 و47 وهن دمن أضرب من البطيطة نفسها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهن، حسبي الله ونعم الوكيل فيهن. هذا ظلم، يعني اليوم نحن قام الثورة ضد الظلم، فهذا ظلم للشعب بأكمله. بتحمل مسؤولية مدير شركة الكهرباء مو قادر يقدم استقالته ويعطي لغيره، والمجالس والضامن التركي معني بالأمر 100%، أخوتنا الأتراك اللي عم تمد الكهرباء من عنده وعم تبيعه باقات هي معنية. إذا عم تدير 86 ولاية بتركيا، معقولة محرر تحت رعايته وإشرافه، معقولة عجزت عن إدارته تغير المستثمر الكهرباء؟ هذا الأمر معنية تركية فيه 100%. لما وصلت الأمور إليه، لا تكلم فقط عن القاضيان، حتى جميع المسؤولين. يعني وجود الكهرباء العالم راح تطلع من ثيابه، يعني وبعدين فنرجو من كل مسؤول، من كل من له يد بإصلاح هذا الأمر، إن كان من الأخوة ضمن الحدود أو من الأخوة بلا حدود، التدخل في هذا الأمر وأصلاح هذا الأمر ما أمكن، لأن الشعب سينفجر إن بقي هذا الحال، سينفجر والانفجار ستكون يعني غير محمودة العواقب. الشعب وضعه سيء جدا من ناحية المعيشة، يعني أغلب العائلات يعني الكهرباء هي للطبخ وهي لجميع أعمال البيتية والمنزلية، تستفيد فيها عن كثير أمور. عم نشتكي من موضوع الكهرباء لأني عم يستثمروا الموضوع بشكل سيء، وما مو غايتهم خدمة البلد، لا همهم الارتزاق وتبنية جيوبهم بس،
على قوت الشعب، على حساب قوت الشعب. هن يعني همن الارتزاق وقت الذروة، وقت الاستهلاك الكهرباء، همن بس المكاسب، ما بهمن انه يضحوا شوي مقابل انه يخدموا هالبلد.